هناك، لانه ده كمان مسار حديث اليومين دول وكلام اليومين دول. يعني امام عاشور بيلعبوا فولي كده قبل التمرين، فبيبقى نوع من انواع التسخين كده، الفان كده بين اللعيبه، فسخن في كوره فبيلعبها دبل كيك، فعملها دبل كيك وراح منطور، راح واقع على دماغه برقبته. انا بقول لحضراتكم انا شفت بقى الوقعه، ما حدش حكاها لي يعني، شفتها متصوره. فامام وقع ما حطش منطق خالص، كيري اللعيبه عليه، شاء ربنا ان يكون اول لعيب جنبه حمدي فتحي. حمدي عشان مذاكر وشاطر فراح منيمه، لانه وقع بدماغه وحته من رقبته، فراح منيمه على جنبه اليمين. انا بديلك بقى تفاصيل التفاصيل، تخيل بقى النومه اللي على الجنب اليمين دي فرق جدا معاه. وكان دكتور محمد ابو العيلة اسبرنت طاير طاير على امام، بيطلع له لسانه، جاب له حاجه كده زي لبيسه فعرف يطلع اللسان، فراح امام مطلع رغاوي كده من بقه، فاللعيبه راحوا واقعين في حاله انهيار. وما تخيلوا لا سمح الله ان في حاجه مش كويسه، يعني ترك نقاله، ترك الاسعاف موجود. خلي بالك بقى، تخيل مثلا لو الدكتور ابو العيلة كان لسه ما طلعش نحط اللبس، تخيل يعني. ده مهم جدا يعني، لما بيقولوا العمر لحظه فالعمر لحظه فعلا، ده المقصود بيها يعني، الناس في ناس بتفسرها غلط يعني. فطلع له لسانه وجريوا بقى بيه على الاسعاف على المستشفى، ما عادوش بقى يفتوا في الملعب يعني، جرج مع الدكتور ابو العيلة على المستشفى. اللعيبه مش عارفه تاخد نفسها يعني، اللعيبه مش عارفين حصل له حاجه لا قدر الله، لانه طالع فاقد الوعي تماما، بس هو بيتقلب قال اه، فايه فاقد الوعي تماما مش موجود خالص يعني. وبعدين راحوا واخدينه على المستشفى، اللعيبه مش مركزه في حاجه، الامام فين، امام حصل له ايه، امام الدنيا ايه، متلخبطين يا عيني يعني، اخر لخبطه. حتى فعلوا ساعتها على فيتوريا يلا تقسيمه مش عارف ايه، فبقوا يعني مش عارفين حتى ياخدوا نفسهم، يطمنوا على الولد يعني. هو ما تعاملش بشكل ذكاء، في ذكاء في النقطه دي يعني، او حتى مثلا ما طمنهمش، جالنا تليفون كذا او الدكتور قال كذا، ما حصلش يعني. الى انا الحمد لله والشكر لله. بس هو بقى الكوميديا بعد ما فاق كمان يعني، مراتي بتكلمه بقول لها انت مين، مش عارف مين، ما كانش عارف، قعد فتره مش مركز يعني. شوف بقى اللي في غيبوبه ده واللي ما بين الحياه والموت ده، ثاني يوم رايح مصمم انه عايز يلعب، مصمم انه عايز يلعب بشكل عجيب جدا، بل انه توسل للجميع يعني، يا جماعه عايز العب، يا جماعه عايز العب، يا جماعه عايز العب. قال لهم تلعب فين؟ يا عم ما... قال لهم طب انا همضي على مسؤوليتي، طب انا هكتب اقرار. دي الروح الجميلة طبعا، ممنوع انه يلعب، ولو حتى الكاف سامح او الفيفا سامحة، انسانيا ما كانش ينفع انه يلعب يعني. فهذا امر يعني الحقيقة لازم نقدر فيه اللعيب ونقدر فيه الجهاز الطبي. خلي بالك يا جماعة في نقط مهمة جدا جدا لازم تاخد بالك منها، لان احنا اسأل حاجة لك مش عارف مين اللي جاله ايه ومين اللي جاله ايه وقصة ايه وحدوتة ايه وهكذا يعني. امبارح كانت مباراة معمولة ما بين الفرقتين يعني، بيجيب مجموعة من الشباب وبيعمل ميكس كده، والمباراة خلصت 7-3. المفاجأة بقى امبارح هي اللي كان متألق قوي ومنور قوي هو موديست هو أكتر واحد سجل أهداف، وكهربا يليه، موديست سجل 3 أهداف تقريبا وفي قول من 4، وكهربا سجل هدفين، كانوا بيلعبوا ضد بعض يعني مش مع بعض. رضا سليم ظهر امبارح لعب وكان كويس طبعا، وسام ابو علي ومحمود متولي واحمد عبد القادر وكوكا والشناوي غايبين، كريستو جاله كده شد خفيف، وديانج كده جاله كده شد خفيف، وديانج كدنا في الركبة، لكن كدمة ديانج ما فيهاش مشكلة، كريستو شد في العضلة الخلفية، هيعمل أشعة النهاردة. بصوا شد خلفي يعني على طول، أنا الفيزيتا عندي واحدة يعني، شد خفيف ما ياخد أسبوع من النهاردة للجمعة اللي جاية، ما يلحقش المباراة، ده وجهة نظر الشخص، لكن ديانج كدمة ما فيهاش مشكلة ممكن يرجع على طول. وسام أبو علي بيقاوح عايز يسافر وبيقول أنا سليم، يا عم مش سليم، قول لهم لا أنا سليم،
فهم طبعا في النادي عارفين حماسه، فهم اللي بيلجموه وبيهدوه يعني، لكنه بيقاوى حادثة على فكرة، بيزيد العربية بطلاقة لكنه بيتمرن كويس. خالد عبد الفتاح بيحاول لكنه لا، غيابه قدامه شوية لأنه الإصابة، كمان أنا عرفت الإصابة كانت في كرة مع حسام حسن مهاجم نادي سموحة، فيعني لا كان إصابة تقيلة شوية، ربنا يشفي الجميع. ده إنه يوم 13 مارس، لا يا عم متقدم بقى يوم 8 مارس. والله؟ آه والله. طب ليه؟ متقدم عشان هيتلعب يوم 8 مارس. طيب ماشي، مش مشكلة. راح فين المدينة الأولمبية الجديدة؟ استاد مصر؟ لا. استاد القاهرة؟ لا. في برج العرب؟ لا. من راح فين؟ راح السعودية. السعودية؟ آه. ليه السعودية؟ الإخوة هناك طلبوا إنه الماتش يتلعب هناك ويستضيفوا نهائي الكاس، وبامتيازات مالية ومادية جيدة وحاجة محترمة وجميلة. لا أنا ضد اللعب في السعودية. ليه؟ دي أقدم بطولة. طب هل في منع إن يتم تسويقها؟ هو في بطولة كاس اتلعبت برة بلدها؟ أنا شخصيا المعلومة المؤكدة مش عندي بنسبة 100%، بس في بطولات سوبر. على السوبر دي بطولة شرفية، لكن البطولة الرسمية تتلعب على ملعبك يعني. طب هو ايه المشكلة في الكاس؟ انا خلي بالك انا بتناقش معاك، انا متخيل ان حضرتك دلوقتي معايا وبنتناقش. لا يا كابتن معلش، دي بطولة رسمية وما تطلعش بره مصر. ماشي، ما انا عارف انها بطولة رسمية. ايه هو ايه المانع يعني؟ في منع دستوري او منع قانوني او حاجة من دي يعني؟ يا كابتن ده بطولة الكاس دي من سنة 1920، عارف والله، وازيدك من الشهر بيت، هي اقدم بطولة في المنطقة، بطولة عربية او افريقية، واقدم من دول كتيرة كمان اوروبية كتير جدا. انا موافقك، انا مش رافض على فيش يعني، ما بختلفش معاك، بس انا بسأل ليه يعني؟ لقيمتها، لقدرها، لوزنها، لعوامل اعتبارية. موافقك، اوكي. بس السلام عليكم، اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجنا قهوه الخواجه. دايما بنقول بتشجع كوره ولا بتشجع نادي؟ اكيد بتشجع كوره. تسويق الدوري الممتاز حلو، تسويق كاس مصر جميل، البطوله الاقدم في تاريخ مصر ده شيء جميل جدا، لكن احنا بنفكر بصوت عالي مع بعضينا، هو حلاوه الدوري الانجليزي انه مستوى كويس، حلاوه الدوري الاسباني انه مستوى كويس، فانت ما تسوق الدوري نهائي الكاس بتاعك وتلاقي فيه دوله شقيقه دوله السعوديه وفي مبالغ ماليه محترمه وملعب محترم، ده شيء جميل يعني. احنا عايزين نسوق الدوري المصري، بس هو القصه في الجمهور يعني، اللي بيجي يتعاقد معاك بيقول لك انا هشتري دوري من غير جمهور، فدي حاجه بتبقى مهمه جدا. تسويق المنتج بتاعك، هو كره القدم ما هي الا منتج، وكره القدم اكبر من مجرد لعبه لو احنا استثمرناها صح وقدرنا نكسب منها، لان هي تعتبر يعني اللي حتى وانت بتبص على القرعه بتاعه دوري ابطال اوروبا بتتحط فرق قويه مع بعضها علشان التسويق يعني. ما اقول لك ليفربول هيلعب اليوفنتوس، التسويق اللي بيبقى فيه مباريات قويه التسويق بيعتبر عليها، ودي حاجه مهمه جدا جدا بنتكلم فيها مع بعضينا. واسمع رايك في الكومنتات. تحياتي احمد الخواجه.